السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس برنامج بيتش 3. سوف نتناول اليوم كيفية التعامل مع التقارير أو الريبورتس في برنامج بيتش 3. والريبورتس كما نرى لها قائمة منفصلة عن باقي القوائم، ومن خلال الريبورتس هي نتائج أعمالك، بمعنى أنك من الوارد جدا أنك سوف تتعامل مع هذه القائمة كثيرا في خلال عملك، ولابد أن تعلم أن هذه الريبورتس أو التقارير مقسمة كلها إلى أقسام. طبعا كل التقارير التي تخص قسم معين منفردة، فمثلا سوف تجد التقارير الخاصة بالأكاونت ريسيفابل أو العملاء ريسيفابل، والأكاونت بيابل وهم الدائنون، والبيرول التقارير الخاصة بالرواتب، والجنرال ليدجر الخاصة بدفتر الأستاذ أو بالحسابات أساسا بصفة عامة، والشارت في أكاونت فاينانشال ستيتمنت بالقوائم المالية، بالإنفنتري بالجوبز بالأكاونتينج بالأكاونت ريكونسيليشن تسوية الحسابات، بالتايم أند إكسبنس بالكومباني، بالميل ميرج، بالكريستال ريبورتس، بالإنفنت إنترنال أكاونتينج ريفيو اللي عبارة عن شبيه بالمراجعة الداخلية، وده عبارة عن اوبشن موجود في برنامج بيتش 3 بيبين لك الاخطاء التي تمت او حدثت خلال العمل. ستجد مثلا purchases or bills مشتريات او فواتير that don't credit an accounts payable account التي لم تجعل حساب الدائنون دائن، يعني بيطلع لك هنا كل الفواتير اللي تمت ولم يكن فيها حساب الدائنون هو الحساب الدائن، لأننا تعودنا ان حساب الدائنون بيكون دائن في حالة فواتير الشراء. ايضا في متنوعة بقى هتلاقي sales or invoices فواتير البيع التي لم تجعل account receivable مدين، ده من حساب العملاء الى حساب المبيعات مثلا على سبيل المثال، ده المفروض، لكن بيطلع لك هنا الفواتير اللي ما كانش فيها account receivable مدين. Payments or checks that don't credit a cash account المدفوعات التي لم تجعل أي حساب من حسابات الكاش دائنا. وبهذه الطريقة ستستطيع أن تكتشف الأخطاء. تعالوا بنا نتابع الريبورتس. أيضا سوف تجد لدينا الآن مثلا الريبورتس التقارير الخاصة بالعملاء مثلا على سبيل المثال. سوف تجد الايجد ريسيفبل العمر التاخر بتاع العملاء، الكاستمر ليست قائمه بكل العملاء، الكاستمر ليدجر دفتر الاستاذ الخاص بالعملاء، الكاش ريسيتس جورنال لو دفتر اليومي الخاص باستلام النقديه، كاستمر سيلز تاريخ التعامل وتاريخ عمليات البيع الخاصه بالعملاء. طبعا سوف تجد الكثير من التقارير التي تخص قسم العملاء وقسم المبيعات في ذات الوقت. عندي السيلز جورنال دفتر يومية المبيعات، سيلز اوردر جورنال، عندي السيلز اوردر ريجستر وهكذا. طيب المعتادي واللي هيحصل ايه في اثناء الشغل العملي؟ اثناء الشغل العملي حضرتك هتتعود على تقارير معينة في كل قسم انت هتحتاجها دايما، وبالتالي سوف تحفظ مكانها وبسهولة سوف تصل إليها. لأن احنا طبعا انت لو فتحنا تقرير زي البورشيز جورنال اللي هو دفتر يومية المشتريات، لو فتحناه أظن هيبقى بالنسبة لك أمر سهل ويسير إنك تتفهمه. الديت التاريخ، الأكاونت أي دي الحساب، الفاتورة بتاعتنا، اللاين ديسكريبشن الجانب المدين والجانب الدائم. الآن ما يهمنا هو التقارير الأساسية التي دائما ما تخرجها الشركة، وهتلاقيها في قسم الفاينانشال ستيتمنتس اللي هي القوائم المالية. والفاينانشال ستيتمنتس والقوائم المالية تشتمل على البالانس شيت الميزانية، ضغط عليها ضغطين ثم نقوم هنا بقى البرنامج بيطلب منك تخصيص تلك الميزانية سواء كانت على الفترة الحالية أو رينج من فترة معينة إلى فترة معينة.
او اللي خلال هذه الثلاث الفترات. طبعا ممكن تطلب رينج وممكن تخليها current period ثم نقوم بالضغط على اوكي. تعالوا بينا نراجع الميزانية. عندي current assets الاصول المتداولة، cash on hand حساب الصندوق، عندي checking account حساب البنكي، الاكونت ريسيفبل حساب العملاء، الالاونسز فور دوت فول اكونت اللي هي مخصص شبيهه مخصص الديون المشكوك فيها ودي لها رقم موجود بالسالب اهو، انفنتوري المخزون، ديل بانتيون فور انفنتوري احنا كنا انشانا له حساب في انشاء الحسابات فسوف تجد هذا الحساب هنا في هذه الميزانيه، raw materials اللي هي مواد الخام، collected computer inventory prepaid expense المصاريف المقدمة، كل هذا تحت بند الاسيتس. هنا جمع لي الاسيتس. ايضا property and equipment اللي هي عبارة عن المعدات والالات، furniture computers decors وهكذا الاصول الثابتة. لدينا بعد ذلك current liabilities total current liabilities وهكذا. اللي عايز اشير اليه انك انت ممكن تصدر هذا العمل الى برنامج اكسل من خلال الضغط على ايقونة اكسل ثم تقوم بتنشيط create a new microsoft excel workbook. هنا المفروض ان هو بيفتح لي الميزانية في شكل برنامج اكسل وتقدر حضرتك بالشكل اللي احنا نشوفه دلوقتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ثواني عشان نحجمها. بالظبط هو ده شكل الميزانية اللي خرج لي في الاكسل. بتقدر حضرتك تعدل فيه، تقدر حضرتك تعمل عمليات جمع وطرح على الميزانية بحيث تطلع مثلا الراتيوز لمعدلات التحليل المالي بتاعتك، وبتقدر تعمل فيها كل شيء على برنامج اكسل، وبالتالي تقدر انك تطبعها في شكل اجمل وشكل اشيك. دي الفكرة كلها. طيب تعالوا بينا نشوف ايضا من التقارير اللي دايما بتخرجها الشركة وهي من الفاينانشال ستيتمنت. ايضا خدنا البالانس شيت عند الانكم ستيتمنت. تعالوا بينا نشوف برضو عن طريق الكاونت بريد او خلافه. انكم ستيتمنت موجودة اللي هي قائمة الدخل، ودي موجود فيها السيلز انكم ايراد المبيعات، الانترست انكم، كل الانكم بتاعتي عشان يطلع لي في الاخر توتال ريفينيوز جميع السيلز. طيب ال cost of sales، cost of sales تكلفة البضاعة المباعة بتطرح من ال total revenue عشان يطلع لي في الآخر ال gross profits. يبقى ال cost of sales اللي هو حساب تكلفة البضاعة المباعة وده اتكلمنا عنه قبل كده في الدروس. بعد كده بطرح من ال gross profit جميع ال expense، wages expense، مصاريف الأجور، مصاريف الكهرباء، مصاريف الإيجار وخلافه، يطلع لي في النهاية ال net income. نفس الحكايه تقدر تصدر وتقدر تتحكم في هذا البرنامج. طيب تعال نشوف بعد كده الفكره الموجوده وهي ازاي انت تقدر تخصص الريبورتس عن طريق مثلا وضع تعال نشوف كده الريبورتس ده، نمسك الانكم ستيتمنتس اوكي. تعال نشوف ازاي حضرتك تقدر مثلا تتحكم في ال سيت اب اللي هي السيت اب الخاصه باعداد الورقه اللي احنا هنطبعها. ايضا ممكن تخفي وتظهر عنوان الشركه، اسم الشركه الرئيسي. بالنسبه للديزاين انت ممكن تصمم وتغير الهيدز بتاع كل عمود من الاعمده اللي شفناها دلوقتي، تقدر حضرتك انك تغيره بسهوله تمام، وتقدر بالتالي تدي لون شغل يعني شبيه جدا بنظام الوورد. تعالوا بينا اذا فانت تقدر تكتشف دايما كل يوم ريبورتس جديده، الجوبز اللي هي تقارير خاصه بمراكز التكلفه، الجوب استيميتس، الجوب ليجر، الجوب ليست، ايضا انفنتوري هتلاقي فيها الايتم ليست، هتلاقي كلمه ليست دي مشتركه في جميع الايتم في جميع الفروع. تعاملك مع التقارير انا عايزه هيبقى بإذن الله موحد، هيبقى بإذن الله سهل. لازم شيء اللي هو ريبورتس جروب. ريبورتس جروب لو ضغطنا على كلمة جروب
هيطلع لي هنا اهو الجميع ريبورتس، وحضرتك بتختار تقرير بتقول له اد، تقرير اد، بتطلع انت ريبورت جوه الجروب خاصه بيك انت، بحيث تقدر تختارها بعد كده بسهوله وتلاقي فيها الريبورتس اللي انت دايما بتستعملها. على سبيل المثال نقول له سيف، ونسيف لها باسم، ندي لها اسم نقول له سيف، ونقول كلوز. تعال نشوف هتلاقي في الريبورتس رقم 3 5، ومحطوط تحته كل التقارير اللي انت اخترتها، بحيث تقدر تصمم التقارير بتاعتك اللي انت بتصممها بصفة دورية. ما اريد الاشارة اليه ايضا موضوع التعامل مع الاناليزز وهو التحليل المالي، عند الكاش مانجر، عند الكوليكشن مانجر، البيمنت مانجر، الفاينانسيال مانجر. الكوليكشن مانجر وهو عبارة عن مدير التعامل في النقد، يعني بيشير إلي إيه في الكاش مانجر؟ بيشير إلي الكاش مانجر بيقيم بالمبالغ المتاحة إلي الآن، وتلك المبالغ المتاحة للجمع اللي هي الناشئة عن فواتير البيع ولم تسدد بعد، اللي هي sales to collect. طبعا هنا بالسالب في أخطاء طبعا. بعد كده عندي حاجة اسمها الكاش أدجستمنت، لو في فلوس أنت متوقع إنها توصل لك، وبضيفها هنا بالضغط ضغطتين، وابدا اكتب اسم هذه الفلوس على سبيل المثال انها جايلك من فلان الفلاني، جاي لي 500 جنيه على سبيل المثال، واقول برنامج سيف، ونرجع تاني للنظام النمرك. هنا الضاف ال 500 هيتضافوا على ال 80، طبعا هي موجوده هنا بالسالب طبعا، دي مش في اخطاء. التوتال ريفينيو وهو جميع الفلوس اللي هتبقى موجوده معاك في يوم، في اليوم ده 12/11/2008. ايضا هيبقى مطلوب منك انك تدفع اشياء البيمنتس اللي هي عبارة عن مشتريات، الرواتب اللي انت المفروض تدفعها على يوم 12/10. بعد كده لو عايز تضيف شيء انت هتطرحه من الفلوس بتضيفه، بعد كده بيطلع لك الكاش هيبقى معاك يوم 12/11/2008 بصورة ايه، وهكذا على كل الاعمدة. طبعا لو ضغطت ضغطتين على السيلز كوليكت بتدي لجميع الفواتير البيع اهو، وبضغط ضغطتين لحد ما يوصلني للفاتوره ذاتها، واقدر اعدل فيه واقدر اراجع تواريخ. على نفس المنوال تعال نشوف الكوليكشن مانجر. والكوليكشن مانجر قدنا نمرك بيجيب لي العملاء المستحق عليهم مبالغ ماليه ولم يقوموا بدفعها بعد، يعني العملاء اللي هم عاملين فواتير والمفروض ان هم يسددوا خلال 30 يوم بتلاقي تحت هذا البند، ولم يمر 30 يوم بعد على تاريخ استحقاق الفاتوره، على تاريخ استحقاقها. هنا بدا يعدي، هنا بدا يعدي الى 61 وهكذا الى الاوفر 90 دايز. البيمنت مانجر وهي بنفس الداتا اللي فاتت، لكنها هنا في صورة المدفوعات اللي انت المفروض هتدفعها واللي انت متأخر في دفعها. اخر جزئية احب ان اتحدث اليها وهي موجود موضوع الكمباني. والكمباني عندي فيها 3 جزئيات مهمة جدا، وهي الباك اب اند ريستور. الباك اب لو جيت اجيبها من باك اب فايل، ثم اختار امر باك اب، وده بيعمل نسخة احتياطية من البرنامج من الشركة بتاعتي، بحيث كل الداتا تفضل محفوظة، وانا بحدد المكان بحيث كل الداتا تفضل محفوظة بعد اخر تعديلات ليها، وبالتالي اقدر اجيبها تاني لو حصل اي عطل في الكمبيوتر او البرنامج. طبعا كده عملنا باك اب للشركة. طبعا لو عايز تعيدها تاني هذه النسخة، تروح لقائمة فايل وتختار امر ريستور، ونقول نيكست، وبيبدأ يفتح لي الشركة مرة تانية خالص اللي كانت مفتوحة بنفس بآخر أبديت للداتا الموجودة فيه. طيب ايه الموجود كمان في الكمباني؟ وهو ما يخص موضوع الارشيف كمباني. والارشيف ده عبارة عن نسخة من الشركة لا يمكن ادخال تعديلات عليها، ودي بتصلح لما تعوز تقدمها لمندوب ضرائب او مندوب هيراجع على الداتا بتاع الشركة، بس مش ما يقدرش يعدل فيه، وده بننفذه من خلال الامر فايل ثم ارشيف كومباني ارشيف، وبيارشفها في مكان محفوظ على السي في الفولدر بتاع البيتش تري تحت بند الارشيف كومباني، بتقدر تميزه فعلا انت بسهوله.
بتعوز حضرتك تفتح اوبن ارشيف كومباني، بتضغط اوبن ارشيف كومباني نقول اوكي، وبيطلع لك طبعا القايمه موجود فيها كل الكومبانيز المتارشف. نفتح تاني الشركه بتاعتنا. ايضا ما اريد الاشاره اليه هو موضوع اليوزرز، وده بننفذه من خلال القائمه مينتين، ثم نقوم باختيار خيار يوزرز. واول يوزر عندي وهو الادمن او المشرف على الشركه ونقول اوكي، وده طبعا انليميتد بيدخل لجميع، دايما الاول يوزر انت بتضيفه بيقدر يدخل لعمليه المينتين يوزرز. تمام. الباسورد بتاعت الادمن 1 2 3 4 5 على سبيل المثال. طبعا تعال نبدا نحط يوزر جديد بقى. هنا الادمن خلاص وطن نفسه، نبدا يحط يوزرز جديد. اليوزر الاولاني مثلا على سبيل المثال وليكن اسمه سامح. طيب سامح ده هنحط له باسورد 3 4 مثلا على سبيل المثال. بس سامح انت عايزه يتحكم في ايه؟ في السيستم فول، كله يقدر يدخل على السيستم كله. بعد كده ابدا اعدل الاوبشنز اللي يقدر يعملها في السيستم ايه، يقدر يعمل انلايزز، يقدر يعمل في قائمه فايل ولا مينتين ولا اوبشنز وخلافه. ايضا بعد كده ممكن احدد في السيلز هل يقدر يدخل فول ولا ما يقدرش يدخل خالص على السيلز. ممكن اخليه يدخلش خالص على السيلز، ممكن اخليه يدخل في مناطق معينه بحيث ان انا احدد هنا فول واضغط على السيلز نفسها، واقدر احدد بعد كده مين المانتين يقدر يلعب في المانتين، يقدر يقرا ويضيف ويعمل اديت وفول فول، يعني يعمل كل شيء. تمام. نفس الحكايه مع التاسكس والريبورتس وهكذا في جميع الاقسام. باذن الله انتظر توضيح اكتر في سي دي جديده للبيتش 3 ايضا، واتمنى انك تكون وصلت لقدر جيد من المعلومات يجهزك ويعينك على العمل باذن الله.